يقولون هذه شهادة الذات للذات لأنها الحضرة الربانية حينما يجلس. وهذا على فكرة كان فيه نوع من التبجيل للعلماء، أي أن العلماء دائما في حضرة المولى عز وجل، وهذه شهادة الذات للذات. فننتقل من عالم إلى عالم على موائد الرحمن في هذا اليوم المبارك. دعونا نروح للشيخ مظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كل عام وحضراتكم بخير أولا، وشكر الجزيل أستاذنا الدكتور حسن راتب أن جمعنا في هذه الليلة المباركة مع هذه النخبة والكوكبة المباركة بإذن الله عز وجل. وضيف الشرف في هذه الليلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وهو صديق قديم عرفته عام 2005، وكان أول لقاء جمعنا في مدينة العين في الإمارات، وجلسنا ليلة أتذكرها جيدا نتكلم في الفلسفة والمنطق إلى آخره، يعني جزاه الله خيرا. وكنت أتمنى يعني على الدكتور أسامة الأزهري أن يحدثنا عن مسألة مهمة سأمهد لها إن أذن لي طبعا. أحد الإخوة كان تكلم عن الحكمة من الصيام، وقال أنني لا أجد حكمة في الصيام غير أنه قرار سيادي. على حد علمي البسيط أن أي أمر من الله عز وجل هو أمر سيادي، يعني ليس هناك قرار سيادي من الله وقرار غير سيادي، كل قرارات الله عز وجل هي قرارات سيادية على اعتبار أنه السيد ونحن العبيد سبحانه وتعالى. وفي اعتقادي أن سيدنا آدم عليه السلام خرج من الجنة لأنه لم يوفق في اختبار الله عز وجل، وأعتقد أن الاختبار كان الأصل فيه الترك. كيف أن الإنسان يتأدب مع الله عز وجل ويتعلم مسألة الترك؟ وفي اعتقادي أنا أن كل الفرائض الإسلامية مبنية على هذا المعنى، على معنى الترك. كيف أن الله عز وجل يأمرك بترك شيء في مقابل العطاء الإلهي الذي يمنحك الله عز وجل إياه؟ ففي الصلاة مثلا الإنسان يترك أولاده ويترك أهله ويتجه إلى الله عز وجل بعض الوقت، وفي الصيام كذلك الإنسان يترك الطعام والشراب والشهوة بعض الوقت، وفي الحج وهو الركن الأكبر الإنسان يترك ماله ويترك أهله ويترك الدنيا كلها خلف ظهره، ويرتدي ثيابا رقيقة تعبر عن تركه للدنيا كلها. وفي الزكاة كذلك الإنسان يترك جزءا من ماله لينفقه على الفقراء وعلى المساكين إلى آخره. وبالتالي هي يعني مسألة أو قيمة الترك هذه أعتقد أنها لب هذا الدين، كيف أن الإنسان يتعلم الترك تنفيذا لأمر الله عز وجل. ولذلك سيدنا آدم عليه السلام الله عز وجل قال له: وكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. عطاء من الله عز وجل يقابله ترك لمسألة بسيطة جدا، إلا أن آدم أكل من الشجرة. كذلك الصيام، كذلك الصلاة، كذا. هل يصح يا أستاذنا الدكتور أسامة، وأريد منك أن تجيبني في هذا الموضوع، هل يصح أن نقول مثلا أن الحكمة من الصيام الترك؟ كيف أن الإنسان يترك طعاما وشرابا بعض الوقت، وهل يصبح أن يكون هذا مثالا على مثل سيدنا آدم عليه السلام حين أمره الله عز وجل بأن يترك هذه الشجرة وأكل منها وبعد ذلك تاب الله عز وجل عليه؟ هل هذه يجوز أن تكون حكمة الصيام، أم أن للصيام حكما أخرى؟ هذا سؤال، وأنا يعني أعتذر عن أن أنا يعني اقتحمت حضرتك كده وأنتظر الإجابة. وشكرا لحضورك الكريم، وشكرا للدكتور حسن راتب مرة أخرى، وجزاكم الله خيرا.